بغيت نجح وتميز في الدراسة ديالك وتكون من المتفوقين، تبع معايا هاد السلسلة هادي إن شاء الله غادي يكون لي بغيتي. السلام عليكم. عندي لك خطة سهلة وسحرية تخليك من الأوائل في القسم ديالك وبدون مجهود. اللي قال لك هاد الهضرة هادي عرفو غير كيكذب عليك وكيضيع لك الوقت ديالك، لأنه ببساطة ما كاينش نجاح بدون مجهود في أي مجال من مجالات الحياة، ناهيك عن الدراسة. وكما قال الشاعر: من جد وجد ومن زرع حصد. الآن ننتقل لأول خطوة وهي الخطوة رقم 0. علاش سميتها الخطوة رقم 0؟ لأنها لا تدخل ضمن الموسم الدراسي، لكن رغم ذلك فهي خطوة مهمة جدا، وللأسف أغلب الناس يغفلون عنها، وأكيد إذا تبعتها غادي تكون أولى الخطوات نحو النجاح إن شاء الله عز وجل. بين كل موسمين دراسيين تكون هناك عطلة طويلة وهي العطلة الصيفية، وهذه العطلة لا تقل عن شهرين متتاليين. هذه العطلة الصيفية يجب استغلالها أحسن استغلال، وهنا نتكلم عن الخطوة رقم 0. إذا كيف نستغل هذه العطلة بالشكل الأمثل؟ في هذه المرحلة يستحسن السفر، وليس بالضرورة السفر إلى الأماكن البعيدة، مثلا نسافر أوروبا أو نسافر لواحد المدن اللي هي بعيدة علينا بزاف، لأن كاين اللي ما عندوش إمكانيات باش أنه يسافر لواحد الأماكن اللي هي بعيدة، أو لا قضاء وقت طويل في السفر. كذلك ليس بالضرورة قضاء وقت طويل في السفر، وإنما الذهاب لأي مكان مختلف عن المكان الذي تعيش فيه والمكوث هناك لأي مدة. فالسفر له فوائد مهمة جدا، حيث يمنح الإنسان حالة من الاسترخاء والاستمتاع بالبعد عن المشاغل وضغوطات الحياة، حيث تساهم مشاهدة الأماكن الجميلة والطبيعية بتغيير حالة الإنسان وصفاء ذهنه، ويثري معلومات الإنسان ويزيد من اطلاعه على الكثير من الثقافات الجديدة، وبالتالي قد ينمي مهارات التواصل لديه أو حتى اكتساب مهارات جديدة في مختلف مجالات الحياة. كما يمكن أن يتعلم الكثير من الأخلاق كخلق التسامح، إذ تخرج العنصرية في غالب الأحيان نتيجة جهل عميق بأفكار الشعوب الأخرى وثقافاتها، فيأتي السفر ليكون الفرصة التي تكسر هذه الحواجز بين الإنسان والثقافات الأخرى، فيمنحه الفرصة لفهم طبيعتها ومن ثم التعامل معها بكل أريحية وتسامح. ممارسة الرياضة بشكل منتظم كذلك، هنا أي نوع من أنواع الرياضة، ليس بالضرورة رياضة معينة، حتى رياضة المشي مثلا. وكلنا نعلم ما للرياضة من فوائد على الجسم وعلى العقل، وكما يقال العقل السليم في الجسم السليم. فالرياضة تزيد من معدلات الأيض والطاقة، وتزيد من معدل تدفق الدم للدماغ، مما يؤدي إلى تحسين القوة العقلية والجسمية، وتساعد على التركيز أيضا، كما أنها تعزز الثقة بالنفس. ويمكن في هذه المرحلة كذلك الاهتمام بالمطالعة، يستحب قراءة القصص والروايات مثلا والتي ليس لها علاقة بالكتب المدرسية، لكي لا يسقط التلميذ في الملل والنمطية، ومن أجل تنمية الحس النقدي لديه، وكذلك اكتساب مهارات الكتابة والتعبير. وصراحة أنا لست مع الذين يكثفون لأبنائهم الدراسة في الصيف، لأن هذه عطلة، والعطلة كما نعلم هي للاستراحة وليست للدراسة. فكما أن الكبار عندما يأخذون العطل يستريحون فيها ولا يعملون، فكذلك للصغار هذا الحق وربما بشكل أكبر، ولكل شيء وقته يجب أن يوضع فيه. فوقت الدراسة هو للدراسة، ووقت الراحة فهو يكون للراحة، ووقت اللعب للعب. إذن هذه ببساطة هي الخطوة رقم 0، كما لاحظتم فهي خطوة سهلة وخطوة ممتعة، لكنها مهمة جدا لكي نبني عليها باقي الخطوات إن شاء الله. وأي واحد عنده أي سؤال أو أي اقتراح أو أي معلومات يكتبها في التعليقات في أسفل الفيديو وسأحاول الإجابة عنها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.